حبنا للأهلي. الفرحة حلوة جدا جدا جدا، وزي ما قلت لكم دايما لما الفرحة بتيجي بعد مجهود ومشقة وتعب وكورونا ومعوقات انتوا عارفينها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيكرم بعد صعاب زي دي بتبقى الفرحة كويسة. وكمان احنا على قد المكسب على قد ما بنكبر التورتة شوية، يعني التورتة ما كانتش كده، احنا كبرناها عشان بطولتين، فيعني كل ما هنكسب يعني يا كابتن احمد متهيألي الدنيا عمر عامل دايت عامل دايت كويس، يعني نص التورته دي عامل كده بس نص التورته كده هيبقى يعني كريمان بقى تعبت معايا الفتره اللي فاتت. متهيألي برضو يا كابتن لما بتلاقي الدنيا يعني الناس حاسه بمكسبك وحاسه بقد ايه انت كسبت، سواء جمهور سواء قناتك سواء النادي، ده بيضاعف الفرحه معاك. اكيد طبعا اكيد. دي رايك ايه؟ طبعا انت قاعده ساكته طار بصه للتورته مركزه انت. بس بجد والله لازم بجد نشكر قناه الاهلي جدا على الموجودين معانا في اسماعيليه ومغطي كل الماتشات والاستوديو كله والناس بجد اللي عملوا التورته دي، شكرا جدا. لا انا عايز اقول لكم ان يعني الابطال لما خدنا اسمه خدناه منكم، لانه يعني احنا مش ابطال، احنا كنا مثلا ابطال، بس دلوقتي مين الابطال؟ هو انتوا. وفي وقت من الاوقات احنا احترنا في اسم البرنامج كتير، بس الحقيقه النادي الاهلي مليان ابطال. كابتن هيثم اللي انتوا دايما بتعملوه ده واسم النادي الاهلي واللي دايما اللعيب بيشوفه ده بيبقى عامل جذب للعيبه، يعني عمرو تقريبا خد بطولات كتير ما شاء الله، بس امبارح حس احساس مختلف هو بياخد بطوله مع النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا بطولته بتبقى كبيره ايا كانت البطوله دي، بطولته بتبقى كبيره. النادي الاهلي لما يكسب ماتش ودي، ماتش ودي ده تلاقيه كبير. صحيح. فالنادي الاهلي بيكبر اي حد موجود جواه. صحيح. طول عمرك بتقول تيشيرت النادي الاهلي تقيل. طبعا. طول عمرك بتقول كده. طبعا. واللي يلبسه لازم يكون على قد التيشيرت النادي الاهلي. طبعا. طبعا. صحيح. وخليني اقول لكم كمان يا جماعه، يعني بتبقى حلوه جدا الفرحه كمان لما بتبقى في بدايه مشوار الفريق في الموسم. يعني انت اول بطوله بتاخدها في الموسم دي بتبقى دافع ليك وبتديك استابيليتي اكتر ان انت تقدر. شكرا يا فندم. ان انت تقدر يعني لما لا سكين شويه على الطرف يعني بيديك استابيليتي وبيديك حتى تاخد نفس تاخد نفس كمان عشان تبدا تقدر تشتغل تاني. انما لو في اول الموسم طق خسرت بطوله بيبقى الموضوع صعب. طب يلا بينا نقطع التورته كده عم. يلا بينا بيت. ها ماشي بقى انت انتوا الابطال انتوا اللي تقطعوا. انا بقى انا معاك كده ازاي كده بس دي. ماشي يلا ازيك من فوق انت. يلا بينا. لا من جوه بقى عمرو شويه من هناك. من هناك بنتمنى برده ان شاء الله كل البطولات ان شاء الله باذن الله. من قدام. لا من قدام. ايوه هات بقى ارجع بورا كده بقى. ايوه استاذ استاذ الله ينور عليك. هو بتاع الدوري والله. يعني انا سعيد جدا بالروح دي، سعيد جدا ان احنا بنشارك ابطالنا فرحتهم، وهو ده برنامجنا برنامج الابطال. وعايز اقول لكم كمان انه جمهور الاهلي جمهوره ده حماه، جمهور وقف معانا وقفه جامده جدا جدا وساندنا. الحقيقه انا بشكر جمهور الاهلي، واكيد انتوا حسيتوا ده بالمسانده دي طبعا. يعني سواء السيدات حسينا حسينا بيها اكتر بعد الفصول ودعوات. حسيت يعني ان هم في ظهري طول الوقت الاصابه، يعني طول وقت الكورونا كانوا موبايلي مش بيسكت ورا السوشيال ميديا عندي. بشكرهم جدا على دعمهم، والحمد لله ان احنا قدرنا جزء يعني من فرحتهم ان شاء الله. جمهوره ده حماه، وبشكر ضيوفي طبعا. وفي الاخر بس بختم كلمه دائما ابدا انا بحب اختم بيها، النادي الاهلي كيان.